أعلنت الحكومة الأمريكية أن شركة بوينغ وافقت على الإقرار بالذنب في تحقيق بشأن تحطم طائرتي 737 ماكس ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص في حادثتين سابقتين. ويتطلب هذا الإقرار موافقة قاد اتحادي، وستتم إدانة الشركة بتهمة جنائية وستدفع غرامة قدرها 243 مليون دولار. وتتعلق التهمة بحادثتي تحطم طائرتي أو حادثة تحطم طائرتي 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا عامي 2018 و2019 ما أسفر حينها عن مقتل وإصابة المئات. وفي السياق ذاته وافقت الشركة على استثمار 455 مليون دولار على مدى 3 سنوات لتعزيز برامج السلامة لديها. أظهرت دراسة حديثة أن عقار أوزومبيك وغيره من أدوية السكري التي تستخدم مؤخرا في إنقاص الوزن قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة. وفقا للدراسة فإن مرضى السكري من النوع الثاني الذين تم علاجهم بمنبهات GLP-1 بدلا من الإنسولين بين عامي 2005 أو بين عامي 2005 وعامي 2018 كانوا أقل عرضة للإصابة بعشرة أنواع من السرطان من أصل 13 نوعا كانت قيد الدراسة. ويعتقد فريق البحث أن هذه الأدوية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهاب وفقدان الوزن. بيع زوج من المسدسات المزخرفة التي كانت مملوكة للإمبراطور الفرنسي نابليون في مزاد علني محققين سعرا قياسيا بلغ 1.69 مليون يورو، ويعود تاريخ المسدسين إلى عام 1814 وصنع للإمبراطور الفرنسي من قبل صانع أسلحة شهير في مصنع فيرساي. ويصنف المسدسان ككنوز وطنية في فرنسا فيما يرتبط المسدسان المرصعان بالذهب والفضة ويحملان صورة الإمبراطور بمحاولة نابليون الانتحار والتي فشلت عام 1814 بعد تنازله الأول عن العرش. كشفت الإبرة الصغرى للكاتبة الكندية إليس مونرو عن تعرضها للعنف الجنسي على يد زوج والدتها حين كانت في سن 9. يأتي هذا بعد أشهر قليلة من وفاة والدتها، وقالت أندريا إنها أخبرت والدتها عندما كان عمرها 25 عاما، لكن الكاتبة الشهيرة إليس مونرو اختارت البقاء مع زوجها والتزام الصمت. وتوفيت الكاتبة إليس مونرو في مايو الفائت، وكان قد توفي زوجها جيرالد فريمان عام 2013.